وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولاً شكراً للدعوة الكريمة لجمعية عمران وللأخت الكريمة فيلة غازي. وموضوعنا اليوم هو التأمين التكافلي. في الواقع كانت هناك مفاجأة للبنوك المغربية عندما اضطروا إلى تأسيس البنوك التشاركية. اكتشفوا أن المسألة أعقد من 17 بند الذي أدخل في قانون البنوك التشاركية، واكتشفوا أن تنزيل المؤسسات المالية هو تنزيل لنظام آخر مختلف بشكل أساسي عن النظام المالي التقليدي. ومن جملة هذا الاكتشاف كذلك أنه الآن أصبح التساؤل: البنوك التشاركية ما هو الإيكو سيستم الذي تخضع له هذه المؤسسات؟ هل هناك إيكو سيستم؟ بمعنى أنه هل هناك منظومة مؤسساتية ضرورية لنجاح البنوك التشاركية؟ فاكتشفوا أن المسألة لا تتعلق فقط بهذه المؤسسات التشاركية، ولكن أول مؤسسات تحتاج إليها البنوك هي التأمين، لأنها كمؤسسة تخاطر في السوق وتخاطر ليس فقط بأموالها ولكن بأموال الناس، فلا بد لها من تأمين. والتأمين التقليدي وقع الإفتاء فيه بأنه محرم لأربعة أسباب: أولا أنه مبني على الغرر في تقييد الخسائر، والغرض في حدود الخسائر نفسها، لأنه تأمين على خسارة محتملة وعلى قيمة غير معروفة. إذن كاين الغرض، كاين كذلك الميسير لأنها مقمرة، لأنه ما يدفعه المؤمن لا يعادل ما يحصل عليه، وقد لا يحصل على شيء، وهذا مقامرة. كذلك أنه فيه ربا، لأن هذه الأموال التي توضع في التأمين التقليدي توظف في السوق المالية بفوائد، وبالتالي بطريقة ربوية. ورابعا أنه استعمال غير مقبول شرعا للمال، لأن العقد الذي يربط المؤمن بشركة التأمين لا يخضع إلى تفاوض، فهو مفروض على الإنسان اللي غادي يمشي لشركة التأمين تقول له هذه القاعدة ديالي، قبلتيها ما قبلتيهاش الله يهديك. إذا وضع عقد التأمين التقليدي في خانة أكل أموال الناس بالباطل، أكل أموال الناس بالباطل. إذن لا يمكن أن نؤمن البنوك التشاركية أو الإسلامية في مؤسسات تأكل أموال الناس بالباطل. فإذن وقع التفكير في البديل، وعندما فكر في البديل خلقت مشكلة أخرى. بغينا غادي نقصوا التأمين التكافلي، إيوا، والفلوس اللي غادي توضعوا في هذاك التأمين التكافلي
ما يمكنش يبقاو محفوظين، خصهم يتوظفوا، وإلا غادي يتوظفوا خصهم يتوظفوا بطريقة حلال. إذن كيف يمكن أن يوظفوا؟ إذن خاص نفكروا بأنه مشى قانون ديال الصكوك، لأن يعني الصكوك هو أسلوب لامتصاص داك الأموال. إذن خصنا قانون تنظم الصكوك. إحنا صدقنا في التأمين التكافلي كمؤسسة ثانية، وفي الصكوك كمؤسسة ثالثة. إلا فقنا الصكوك، الصكوك عندهم مؤسسة ديالهم فين تيتوظفوا، هو في شركة في صناديق الاستثمار الإسلامية. إذا خصنا مؤسسة رابعة، إذا خصنا القانون ديال لي فوندر ديستيسمون إسلاميك. إذا أحنا من مؤسسة واحدة صدقنا في أربعة مؤسسات، بمعنى أنه هذه البنوك التشاركية ما يمكنش تخدم وحدها مستقلة عن منظومة مؤسساتية لتكتمل ولتندمج في إطار هذه المؤسسات. هذا مع العلم أن هذه الأربعة المؤسسات لا يكونون اقتصاد إسلامي، هما فقط أربعة المؤسسات، أما الاقتصاد الإسلامي أغنى وأكبر من ذلك، ولكن هذوك المؤسسات تكونوا ما يسمى الإيكو سيستم للبنوك الإسلامية، يعني منظومة متكاملة ومندمجة لحياة لضمان حياة البنوك التشاركية. إوا أجي نشوفوا كل مؤسسة شنو هي الخصائص ديالها. الموضوع ديالنا اليوم هو تأمين تكافل. شنو هو التأمين التكافلي؟ الفكرة بدات في 61 أعتقد، بدأ التفكير في سنة 1961 في البحث عن البديل، عن التأمين التقليدي، لأنه اكتشفوا بأن البنوك الإسلامية إلى تنشأت خصها تأمينات إسلامية، وفي الحقيقة التأمين الإسلامي حتى هو كبديل التأمين التقليدي اللي وقع الإفتاء بأنه التأمين التقليدي حرام، قالوا له حرام خصنا البديل. من 1961 78 1978 احتاج باش لإنشاء مؤسسة بديلة، احتاج تقريبا 17 سنة باش النموذج البديل للتأمين التقليدي وهو التأمين التكافلي تأسس وتوضع كنموذج متكامل يستطيع أن يعيش بتلقاء نفسه وبتوظيف المال بطريقة حرة. إذن الاتفاقية النهائية كانت في 1978، وفي نفس السنة تأسست أول شركة تأمين إسلامية من طرف بنك فيصل الإسلامي السوداني في السودان. هذا النموذج في الحقيقة نموذج عجيب للتأمين، لأنه انطلاقا من هذا النموذج وقع الإقرار بشكل نهائي بأنه تأمين تجاري حرام. وفي آن واحد ملي تسمى تأمين تكافلي توضعت هذه المؤسسة ماشي في إطار اقتصادي، في إطار اجتماعي، بمعنى أنها بحال الزكاة بحال الوقف هي مؤسسة أساسها اجتماعي لا علاقة لها بالجانب التجاري مبدئيا. علاش؟ لأن الوظيفة ديالها هي تأمين المخاطر
المخاطرة أو المخاطر هي حاجة اجتماعية في المجتمع. الإنسان باش يأمن حياته خصو ضمانات لتأمين هذه الحياة، وبالتالي هذه المؤسسة وضعت بالأساس في خانة المؤسسات الاجتماعية، ماشي في خانة المؤسسات التجارية. شنو هو الشكل اللي تتخذو المؤسسات التكافل؟ هذا الشكل يشبه التعاضدية لميتيال داشيروس، التأمين التعاضدي يشبه. علاش؟ لأنه التأمين التعاضدي شكون اللي تيساهم فيه؟ المؤمنين نفسهم. تيأسسوا شركة وتيدفعوا واحد البوليس ديال التأمين، داك البوليس التأمين هي بحال سهم في داك الشركة، تيصبح الإنسان عضو بالتأمين ديالو، عضو مؤمن ومؤمن. هذو هما التعاضديات ديال التأمين. النظام الإسلامي التكافلي تيشبه النظام التأمين التعاضدي، ولكن كاين فرق. كاين فرق في التأمين التكافلي الإسلامي. تنشأ مؤسسة هي التأمين التكافلي، والناس كيعطيو واحد القيمة ديال التأمين ديالو. إذا كانت عندهم سيارات أو حدا، تعطيو داك القيمة، وداك القيمة كتعتبر تبرع. في النظام التقليدي القيمة اللي تعطيو الناس تعتبر معاوضة من ناحية شرعية، بمعنى أنه تعطيك وغادي تعطيني المقابل حالات حدود حادثة. في النظام الإسلامي التكافلي لا، في الأصل كتعتبر تبرع. أنا غادي نعطي واحد الكتاب ديال الفلوس كنتبرع به، وهذاك التبرع شنو الهدف ديالو؟ تنتبرع باش نساهم بطريقة تكافلية في أي حادث وقع لأي عضو من أعضاء ديال داك المؤسسة.